جبتش بكتيريا انت؟ لمع باشا لمع. لا لا بسكوتش معلش المره الجايه يعني مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه المره الجايه. طب شك شك مرزوقه تعالي جنبي شك شك مرزوقه تعالي جنب تعالي جنبي. بقول لك ايه بقول لك إيه خش على الباشا بيحب الفلكلور ده هو. لمع باشا خد لما علي النضاره دي مبصمه عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ اه والله. ماشي انا موافق. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه؟ انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده؟ لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء. انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. تجننت يا بنت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني بس انا نفضت له عشان خاطري دبدوبي دوبي. طب ايه المشكله دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح المشكله انك تكلميه. المشكله انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونه وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع ان هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح انت ايه مشكلتك؟ شات اب انت مين؟ لا مؤاخذه هيا هاني ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست الكل بتقولي كان عايز يتجوزها يعني عينه فيها أزور يعني ولا ايه؟ ايوه ما هو شربهاش وسابها لك انت شربتيه. بس يا عم انت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. ايه؟ دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعا ما يصحش. تسلم يا نخوه. سيف. يصح. ايه ده يا ابو الرجال؟ هو انا ينفع امتنع عن الاجابه طيب؟ هاني مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ لا الحمد لله عندي ثقه وكرامه وكل الحاجات الحلوه دي. بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحلي اللي كان بيلغيها من زمان دهوت ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده انت كده بتعزف على رجلي. معلش يا استاذه نيلي خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه أحسن من نحله. نحله إيه؟ أنت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ أنا ما قلتش نحله أصلاً. من الآخر كده يا جماعة أشوفوا لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي إن عندك أحلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز إحنا هيبقى معانا الفلوس دي؟ أفكرك؟ قلت لي إنك هتتجوز شريهان وهتجيب شقة في حدائق الأهرام عند الخوفو وهتجيب عربية وهتعمل ألبوم زي أصحابك الأهلوية الدخلوية. أيوة الدخلوية. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه الثقة في اللمشة نتقلب. وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير. طواجن إيه؟ طوابق whatever. هي هاني قلت إيه؟ وافق بقى وافق بقى وافق وافق والنبي والحلو والنبي تبسم للنبي للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما متسيفه عندي. متسيفه بقمرة ايه ان شاء الله؟ ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان وانت كمان ايه؟ قالك ايه؟ قالك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي. بقولك ايه؟ انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ اه طب ده انا جنبك قوي 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانية واحدة احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوة هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك انما دي مش راكبة. whatever. افهمي لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي يلا يلا عشان نلحق نجيب له هدية كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عمال لما نيجي بس انا حاسب لك ويك جديد.
علمت عليكي. بس يا سفروت. بس هي بصراحة علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذة، اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافة. ايه ده؟ سيف بقولك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجة اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجة بقى بليز. اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرومباء ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده بس ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم، احنا داخلين هنا. ده طبعا فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي، انا بعمل تان، حد يستعجلهن. ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منور يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما وحشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقه. يالا مالك متوتر ليه يا ابو عزيز؟ بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تساليش على الزوز ولا حتى تسالي على خالتك. معلش بقى، ناسيه لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج اطفال. ياه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. ولا طفله؟ مالك يا دافش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يلا. امورين يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحة كده. يا سلام، ده انت الغالية تأمريني، ده انت جاي من سفر. ثانية واحدة تاخر يلا. اتفضل عماد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذة قلبها مضيافة، بس دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده معرفوش. هات يا ابني قهوة. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوة. مظبوط. قهوة مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخلية انا شاكك ان هو قنبلة. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للانسان العادي ان هو قنبلة، بس انا شاكك ان ده يكون منبه. اشتبه ايه يا ابني، دي قنبلة. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. اجري يالا.